السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم طلاب الصف الخامس في الجزء الثاني من الدرس الأول من الوحدة الرابعة العناصر والمركبات الكيميائية. راح أشرح اليوم جدول صفحة 76. هذا جدول يا مس حفظ، تحفظ العنصر، تحفظ رمز العنصر وخصائصه. لازم تحفظ كل عنصر مع رمزه مع الخصائص. مثلا عندنا عنصر الهيدروجين رمزه H، غاز عديم اللون ذو وميض أرجواني، وميض يعني لون، إذا غاز عديم اللون ذو إضاءة أرجوانية، غاز عديم اللون ذو إضاءة أرجوانية. أما عنصر الصوديوم، الصوديوم يرمز له بالرمز Na، لونه فضي طري وشديد الانفجار عند ملامسته للماء. الصوديوم عنصر لونه فضي طري وشديد الانفجار عند ملامسته للماء. شوف الفرق بين الصوديوم وبين الهيدروجين، الهيدروجين عديم اللون، الصوديوم لونه فضي. الألمنيوم Al عنصر صلب لونه فضي، إذا الصوديوم عنصر صح لونه فضي لكنه طري، هون صلب لونه فضي. من العناصر الأكثر وفرة على الكرة الأرضية، يدخل في صناعة الشبابيك والمطابخ. إذا الألمنيوم Al عنصر صلب ذو لون فضي الأكثر وفرة على الكرة الأرضية، يدخل في صناعة الشبابيك والمطابخ. أما عنصر الكربون، عنصر يوجد حرا في الطبيعة على شكل الماس أو جرافيك. إذا يوجد هاي الجرافيك هيك لونه أسود، عنصر يوجد حرا في الطبيعة على شكل جرافيت هيها أو الماس، على شكل جرافيت أو الماس. أما الهيليوم، الهيليوم رمز العنصر HE، غاز لا يتفاعل بسهولة، عديم اللون. هي صار عندك عنصرين عديم اللون، الهيليوم عديم اللون والهيدروجين عديم اللون. حكينا الصوديوم فضي والألمنيوم فضي، الصوديوم طري الألمنيوم صلب، كثافته قليلة، يستخدم في نفخ البالونات. مس هذه البالونات اللي بيدلها طايرة بدها طالعة على السقف، هاي بتكون معبأة بغاز الهيدروجين. أما عنصر الكبريت رمزه أس، عنصر أصفر اللون، تستخدم مركباته في صناعة أعواد الثقاب والمطاط. الكبريت عنصر أصفر اللون، تستخدم مركباته في صناعة أعواد الأثقاب والمطاط. أما الألمنيوم، أما البروم، الألمنيوم والكبريت شرحناهم. نأخذ البروم، البروم Br عنصر سائل لونه بني محمر، يعني لونه بني مائل إلى الحمرة، تستخدم مركباته في المبيدات الحشرية. البروم رمزه Br عنصر سائل لونه بني محمر، تستخدم مركباته في المبيدات الحشرية. الكبريت بإيش تستخدم؟ حكينا في صناعة أعواد الثقاب والمطاط. السيليكون Si عنصر لونه رمادي لامع، مش فضي، رمادي لامع، يستخدم في صناعة الإلكترونيات، يستخدم في صناعة الإلكترونيات. اليود رمزه I عنصر صلب لونه بنفسجي مائل للسواد، لونه بنفسجي مائل للسواد، إذا هو صلب بنفسجي مائل للسواد، يستخدم محلولة مطهرا للجروح، إذا لما بنحله المحلول يستخدم مطهرا للجروح. الزئبق عنصر سائل لونه فضي سام جدا وكثافته عالية، يدخل في صناعة الثيرموميتر لقياس درجة الحرارة. شفتي مثل ميزان الزئبقي
في مادة هاي اللي بترتفع لونها أحمر أو لونها فضي، هي هاي مادة الزئبق اللي كل ما بتشوف درجة الحرارة بترتفع وبتعطينا قياس لدرجة الحرارة. إذا ال Hg هي عبارة عن عنصر الزئبق. هيك أنا بكون شرحت الدرس الأول من الوحدة الرابعة واجب بيتي صفحة 77 مراجعة الدرس. يعطيكم ألف عافية.